في ثلاثة انتوا مش عارفين تمشوهم والكلام من ده. طب قول اساميهم يا استاذ ابو المعاصي. لا اساميهم ايه اساميهم؟ لا 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 اقرا حضرتك المقال بتاع اسامه. لحظه بس انا هقول له اساميهم يعني. ما يا جماعه بس هقول لك انا اساميهم. حسام غالي، عماد متعب، شريف اكرام. حضرتك قلت الكلام ده الناس. الحاجه الثانيه مقال للاستاذ اسامه خليل صديق حضرتك المقرب، فرم حسام غالي وقال له انه مدمر الفرق. وارجع للمقال. مين صديقي المقرب ده؟ بقول لحضرتك المقال هو بيقول مقال للزميل الكاتب الصحفي الصديق اسامه خليل. قال ده قال البعض بيعتبره مقربا منك وليس عيبا يعني. ده مش عيب، احنا كلنا مقربين منه. لكن الجزئيه الاهم فده ربما يعبر عن. انا مش فاهم، انا مش فاهم برضو ان صحفي يكتب حاجه. لا صحفي كاتب مقال بمعلومات مقرب من حضرتك وحاجه بتعتبره مصرب بمثابه مستشارك. لما ابو المعاطي يقولها تبقى وحشه ولما اسامه يقولها صحفي قالها. يا استاذ ابو المعاطي انت كده بتتجاوز حق، سيبك من محمود طاهر، انت بتتجاوز حق رئيس النادي الاهلي. رئيس النادي الاهلي ما بيصرفش معلومات، ما بيقولش معلومات لحد. ولو بقول معلومات كنت قلت لك انت معلومات. انا ما تجاوزتش حاجه يا باشمهندس، وكنت قلت لاي حد معلومات. انا لا اتجاوز في حق على المستوى الشخصي ولا كرئيس للنادي الاهلي. انما انا بقول لك معلومات.